تعالوا نشوف هشام عبد الله، فاكرين الممثل الاراجوز، الممثل الفاشل، الممثل اللي فشل انه يبقى ممثل، فحاول ان هو يبقى سياسي، حاول يبقى معارض، فشل في كل حاجه، متحول من فشل الى فشل الى فشل، في الاخر هرب. هرب يا عم، حد قالك ما تمشيش؟ انت سافرت بجواز سفرك وركبت الطياره ومشيت، يقول لك انا استطعت ونجحت ان انا اهرب انا ومراتي الباطله غاده نجيب، ونروح على تركيا حيث هناك السلطان العثماني، ونبدا نهاجم من هناك في فكره الجهاد عبر الخليج البوسفور. هشام عبد الله الفاشل في السياسه، الفاشل في التمثيل، الفاشل في المعارضه، الفاشل في الكلام، فشل شكلا ومضمونا. تعالوا كده نشوفه وهو، بس انا بفكر وبنعش ذاكره الناس، وكان بيهاجم الاخوان وبيلعن الاخوان، وبعدين خد بعضه راح في تركيا، فلما راح تركيا هناك اتكسف على دمه وهو ما عندوش دم اصلا، فبدا يشيد بالاخوان. تعالوا نشوف اللقطتين دول ونرجع نكمل حلقتنا. اعتقد ان احنا بنعتصم واحنا في حضن الشعب المصري، يعني لاول مره الشعب المصري كله بيتوحد، وفكره التمرد دي وحدت الاضداد، والشعب ادرك بفطنته ان بلده بتتسرق. فاحنا دلوقتي اي فعاليه بتتعمل في اي مكان في مؤسسه مصر احنا في حضن الشعب المصري. هذا الاعتصام في حضن الشعب المصري، المحافظه على الثقافه المصريه والتراث المصري من ان يختطفوا هؤلاء المحتلين اللي اسمهم الاخوان، اللي اثبتوا مع الزمن انه لا هم اخوان ولا هم مسلمين. فوقوا بقى واطلعوا بقى، اطلعوا للظلم، اطلعوا للي بيحصل ده. الاخوان دول ما يحكموناش، الاخوان دول لا هم اخوان ولا هم مسلمين، دول كدابين منافقين. مين فينا ما فيش حد في اسرته في جماعه الاخوان؟ مين فينا ملوش جار اخواني جمعوا بيه الحب والمودة والرحمة وحسن الجيرة؟ من فينا ما عليكش ابنه في المستوصفات الخيرية اللي كان عاملها الإخوان؟ اسألوا كده كم أسرة مصرية كانت بتكفلها جماعة الإخوان المسلمين. كلنا يا مصريين ويا أولاد البلد نعرفهم، نعرفهم كويس، وأنا عارف إنكم عارفين، ونعرف إنهم مش إرهابيين. أنا مش مصدق الناس دي عايشة إزاي. يعني أنا يعني هو دلوقتي بيطلع يتكلم وازاي النفاق، ازاي التحول بهذا الشكل؟ يعني هو بيشوف نفسه، يعني هو المدعو هشام عبد الله بيشوف نفسه هو كان بيقول الاخوان ولاد 60 كلب، والنهارده جايين الاخوان دول ملائكه، ملائكه الرحمه. انا مش قادر افهم ان في بشر بهذا التحول او هذا الفجر، يعني فعلا فجر ما بعده فجر. عموما هو ده، هم دول الاخوان.